أصول العرب كما أورجها علماء الأنساب ترجع إلى عدة أصول، وهي تلتقي جميعاً عند سام ابن نوح. ومن هذه الشعوب بنو عاد وبنو ثمود وبنو مدين وجرهم وغيرهم. ولكن مدين وعاداً وثمود انقرضوا جميعاً، ويسمى هؤلاء العرب الأصل العاربة أو العرب البائدة. أما العرب الباقية فهم جميعاً من قحطان وعدنان. أما عدنان فإنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان متصل وصحيح ولا يشك فيه أحد. هو في قلب الرجل الأعظم وبه ثور الكون تباسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل العسير إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين. مع الدرس الثالث من دروس السيرة النبوية، ودرسنا اليوم عن السيرة ومن كتبها أولا وأنساب العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. لابد من أن نعرف بداية السيرة ومن كتبها أولا وأنساب العرب، ولا بد من أن نعرف أحوال العرب والبيئة التي نشأ فيها صلى الله عليه وسلم، والأحداث التي أحاطت به قبل أن يأتي عليه الصلاة والسلام إلى الدنيا. فمن كتب السيرة النبوية أولا؟ الجواب: لقد دون المسلمون التاريخ، وذلك لأن أول ما دونه الكاتبون المسلمون من وقائع التاريخ وأحداثه هو كتاب السيرة النبوية، لأنهم علموا أن سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسنته هما المفتاح الأول لفهم كتاب الله تعالى. ولكن تأتي كتابة السيرة النبوية من حيث الترتيب الزمني في الدرجة الثانية، لأن كتابة السنة وهي الأحاديث النبوية كانت كتابتها في الزمن القديم أولاً، ثم جاءت كتابة السيرة النبوية بعدها. لأن كتابة السنة بدأت في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كتابتها بأمر من رسول الله وبإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتابة سيرته وحياته فقد جاءت بعد كتابة السنة، لأن أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا يهتمون بنقل سيرته شفاهاً، أي كانوا ينقلونها كلاماً. ولكن أول من اهتم بكتابة السيرة النبوية عموماً هو عروة ابن الزبير المتوفى سنة 92 هجرية، ثم كتبها أبان ابن عثمان المتوفى عام 105 هجرية، ثم كتبها وهب ابن منبه المتوفى عام 110 هجرية، ثم كتبها شرحبيل ابن سعد المتوفى عام 123 هجرية، ثم كتبها ابن شهاب الزهري المتوفى عام 125 هجرية،
فهؤلاء يعدون في مقدمة من اهتموا بكتابة السيرة النبوية. ثم جاء بعدها سيرة محمد ابن إسحاق المتوفى سنة 152 هجرية، وقد اتفق الباحثون أن السيرة التي كتبها محمد ابن إسحاق تعد من أوثق ما كتب من السيرة في ذلك العهد. ومحمد ابن إسحاق قد كتب هذه السيرة في كتاب اسمه المغازي. ثم جاء بعد محمد ابن إسحاق بخمسين سنة جاء محمد ابن عبد الملك المعروف بابن هشام، وابن هشام هو الذي جمع سيرة رسول الله من كتاب السيرة التي كتبها محمد ابن إسحاق الذي اسمه كتاب المغازي، فهذبها ولخصها، وهي السيرة المعروفة الآن بسيرة ابن هشام. لذلك فإن المنطق يقتضي أن ندرس حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شتى جوانبها، نشأته وأخلاقه وحياته الشخصية والبيتية وصبره وكفاحه وسلمه وحربه وتعامله مع أصدقائه وأعدائه وموقفه من الدنيا وأهوائها وزخرفها. فأقول إن المنطق يقتضي أن ندرس ذلك كله. الآن سأذكر أنساب العرب. ترجع أصول العرب كما أوردها علماء الأنساب إلى عدة أصول، ويسميها النسابون شعوبا، وهي تلتقي جميعا عند سام ابن سيدنا نوح. وهذه الشعوب هي بنو عاد وبنو ثمود وبنو مدين وبنو جرهم وغيرهم، وهؤلاء كان اسمهم العرب العاربة، وهؤلاء هم من أشهر القبائل العربية العاربة، وقد جاءوا جميعا قبل سيدنا إسماعيل عليه السلام، ولكن كان أشهرهم هؤلاء، وهؤلاء هم أشهر القبائل العربية العاربة التي جاءت قبل سيدنا إسماعيل عليه السلام. أما العرب المستعربة فهم سيدنا إسماعيل عليه السلام والذين جاءوا من بعد سيدنا إسماعيل، وهم من ذرية سيدنا إسماعيل عليه السلام، لأن سيدنا إسماعيل لم يكن عربيا، لا، وإنما كان كنعانيا، ولكن سيدنا إسماعيل قد تكلم اللغة العربية الفصيحة البليغة، وقد أخذ كلام العرب من قبيلة جرهم وصار أفصحهم. وكانوا يقولون بأنه كان أفصح العرب، ومن سيدنا إسماعيل جاءت فصاحة العرب، ومن سيدنا إسماعيل جاءت فصاحة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قلنا بأن أصول العرب كما أوردها علماء الأنساب ترجع إلى عدة أصول، ويسميها النسابون شعوباً، وهي تلتقي جميعاً عند سام ابن نوح. ومن هذه الشعوب بنو عاد وبنو ثمود وبنو مدين وجرهم وغيرهم، ولكن مدين وعاداً وثمود انقرضوا جميعاً ولم يبق منهم عقب، ويسمى هؤلاء العرب الأصل العاربة أو العرب البائدة. أما العرب الباقية فهم جميعاً من قحطان وعدنان. أما عدنان فإنه من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، وأما قحطان فإنه يلتقي مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في جده السادس، فهو عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح عليه السلام، لأن سيدنا إبراهيم من سلالة سام ابن نوح. ومنازل العدنانيين عموماً في وسط الجزيرة العربية وشمالها،
ومنازل القحطانيين هي عموماً في جنوب الجزيرة العربية، والأنساب إلى قحطان وعدنان محققة وثابتة، وكانت العرب تعرفها وتحفظها. وما قيل من أن قحطان من ولد إسماعيل فهو قول شاذ مخالف لجمهور علماء النسب، ونسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عدنان متصل وصحيح ولا يشك فيه أحد. أما الأنساب من بعد قحطان وعدنان فهي ظنون مختلف فيها، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجزم بها، وقد اعتمدنا في تحقيق سائر الأنساب الواردة في كتابنا على كتاب سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب للسويدي البغدادي، وكتاب نهاية الأرب في أنساب العرب للقلقشندي، وكتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. ومدين وعاد وثمود فهؤلاء قد انقرضوا جميعا ولم يبق منهم عقب. أما سائر العرب اليوم فهي من ولد قحطان وعدنان، والدليل على انقراض مدين وعاد وثمود فهو قوله تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأما عاد فقد كانت منازلهم بالأحقاف بين اليمن وعمان، وقد أرسل الله تعالى أخاهم هودا عليه السلام، لذلك قوم سيدنا هود اسمهم عاد وأيضا اسمهم إرم. وأما ثمود فقد كانت منازلهم بالحجر ووادي القرى بين الحجاز والشام، وقد أرسل الله فيهم أخاهم صالحا، قال تعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأما مدين فقد كانت منازلهم تجاور أرض معان بالأردن من أطراف الشام مما يلي الحجاز، وقد أرسل الله فيهم أخاهم شعيبا عليه السلام، يقول تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
وهؤلاء مدين وثمود وعاد قد انقرضوا ولم يبق لهم عقب. أما سائر العرب اليوم فهم من ولد قحطان وعدنان. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعرف درسا آخر من سلسلة السيرة النبوية الخالدة، وهو سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وبناء الكعبة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صبورين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.